السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم الجمعة 17 من شهر فبراير شباط 2023، جولة سريعة لأهم أخبار ألمانيا. نبدأ بالخبر الأول الذي يتكلم على إجازة السياقة في ألمانيا. فقالت الصحافة الألمانية بأنه ارتفع عدد الأشخاص الذين يرسبون بامتحان السياقة في ألمانيا، حيث جاءت الآن الأرقام الخاصة بسنة 2022 في ألمانيا. وتقول الأرقام بأن سنة 2022 حطمت جميع الأرقام القياسية الخاصة بعدد الامتحانات التي أجريت في ألمانيا، إما امتحان التطبيقي أو الامتحان النظري، حيث وصل عدد الامتحانات التي أجريت 3.6 مليون اختبار، وهو رقم قياسي كبير في ألمانيا. هذا أظهر أيضا بأنه في ألمانيا عدد الأشخاص الذين يرغبون وعندهم لهفة كبيرة لعمل إجازة السياقة كبير، وهذا قالوا بأنه أنعش ماديا مدارس السياقة وأيضا مراكز الاختبار. لكن المؤسف والنقطة السيئة للأسف هو ارتفاع عدد الأشخاص الراسبين بالامتحان، حيث رسب بالامتحان النظري 39%، 39% من الأشخاص رسبوا بالامتحان النظري، و37% رسبوا بالامتحان التطبيقي، كثيرة، نسبة كبيرة. وقالوا بأن أكبر عدد من الناس يرغبون أيضا ويعملون يعني فيوغاشاين للسيارات الأوتوماتيك. هناك شد وجذب حول مسألة ما هي الأسباب التي تجعل نسبة الراسبين مرتفعة. هناك من يقولون السبب هي مدرسة السياقة، لأنها لا تهتم كثيرا بالمتقدمين لاجتياز اختبار السياقة، رغم أنهم يدفعون أكثر لمدرسة السياقة، لكن رغم ذلك لا يحصلون على مواعيد سريعة، لا يتم الاهتمام بهم، ولا يتم معالجة أخطائهم، ولا يتم أيضا أخذ الخوف والرهبة من الامتحان منهم. مدارس السياقة تقول لا، نحن نعمل عملنا، نحن نهتم بالمتقدمين والمترشحين لاختبار السياقة، لكن هناك كثير لا يركز بالامتحان، هناك كثير لا يسمع للنصائح إلى آخره. أيضا مؤسسة تشوف والممتحنين يقولون نحن لا يمكن أن نعطي إجازة السياقة لأحد غير متمكن من الإشارة المرورية، غير متمكن من قانون السير، لأن الأمر سوف يكون فيه مخاطرة على الأمن في ألمانيا. إذا نلاحظ أن هناك شد وجذب بهذه المسألة. المشكلة الكبيرة هي المشكلة المادية التي ترهق مجموعة كبيرة من الناس الذين يرسبون بالامتحان، لأن ساعات السياقة مرتفعة، وأيضا عمل إجازة السياقة في ألمانيا يمكن أن يصل إلى 2000 يورو، 3000 يورو، 4000 يورو. نتمنى أن يكون هناك تغيير شيئا ما بنظام، يعني بنظام إعطاء الساعات، ويتم أيضا الاشتغال أكثر على نفسية المترشحين، أن يتم أيضا العمل على نفسيتهم كي تؤخذ منهم تلك الرهبة وذاك الخوف، كي يستطيعون، لأنه كثير من الناس يعني حتى بساعات السياقة يكونون ممتازين، لكن يوم الامتحان بسبب الرهبة والخوف لا يركزون. لذلك نتمنى أن يتم أيضا العمل على هذه النقطة، وأيضا أن تكون هناك تخفيضات مالية لمن رسب، أنه مثلا لا يدفع نفس التسعيرة، يعني لا ترتفع عليه التسعيرة، تكون هناك أيضا بعض الأمور كي من رسب مرة يستفيد من أخطائه بطبيعة الحال وينجح مرة أخرى، وإن شاء الله سوف يكون الخير. لكن جميل جدا أن الصحافة الألمانية بدأت تثير مثل هذه المواضيع، لأنه يجب التفكير بتجديد الأمر وإيجاد حلول لمعرفة أسباب رسوب الناس،
وإن شاء الله كي نتجاوز هذه الأمور، لأننا نرغب أيضا بأن يكون هناك سائقين مهاريين جيدين يحترمون بطبيعة الحال قانون السير، كي لا يؤذون نفسهم ولا يؤذون الآخرين. ونرغب أن لا يكون أيضا أن لا تكون أيضا مسألة مدرسة السياقة مرهقة ماليا بشكل كبير لمجموعة من الناس. وبطبيعة الحال هناك مدارس سياقة تعمل بشكل رائع، يعني صراحة هناك الأمور هي حظوظ، أنا أقولها لكم بصراحة حظوظ. هناك مدارس سياقة رائعين جدا وعملهم رائع وعملهم نظيف وعملهم جميل، وهناك بطبيعة الحال مدارس سياقة عندهم عدد قليل من الموظفين، سائق واحد أو سائقين، ويأخذون ناس كتر، وعندما يتسجل عندهم الشخص لا يعطون أصلا موعد لساعة ثانية أو ساعة ثالثة، يقول لك استنى شهر أو شهرين أنا مليان. إذا أنت ليست عندك الإمكانية والقدرة، لماذا تسجل الناس وتأخذ الناس من مدرسة سياقة أخرى تحتاج الناس ولا تجد، لأنها للأسف مظلومة إعلاميا أو ليس عندها شهرة كافية بالمنطقة. فلذلك دائما حاولوا أن تسألوا بخصوص مدارس السياقة، لأن هناك كثير من مدارس السياقة مظلومة إعلاميا وغير معروفة، وهناك مدارس سياقة مشهورة لكن للأسف لا تهتم بطلبتها. نمر إلى موضوع آخر. أصدقائي يتكلم على ما حصل يوم أمس بجوب سنتر الذي يوجد في برلين بمنطقة فريدريشهاين. كان هناك تواجد أمني رهيب جدا، وصل عدد رجال الأمن الذين طوقوا الجوب سنتر 120 شرطيا مسلحا، وقاموا بالدخول إلى الجوب سنتر والبحث في الجوب سنتر، لأنه وصلهم إنذار بأن هناك شخص سوف يقوم بعمل إجرامي ضد الجوب سنتر، وجاءوا وبحثوا بألف مكتب من الجوب سنتر. هذا الجوب سنتر الذي يعمل فيه 250 موظفا، لكن لم يجدوا شيئا. قالوا بأنه إذا ممكن أن يكون هناك خطأ، يا إما تقني أو خطأ من عند أحد الأشخاص، يعني هو من تسبب بأنه جاء الإنذار إلى الشرطة، أو ممكن حصل خطأ تقني أنه وصل الإنذار للشرطة بأنه هناك هجوم على الجوب سنتر. الحمد لله لم يكن شيء وكان إنذارا خاطئا ولله الحمد، يعني الحمد لله الأمور كلها تمام ولم يؤذى أي أحد، فقط سكان برلين فريدريشهاين ممكن أنه يوم أمس شاهدوا تواجدا قويا للشرطة بجانب الجوب سنتر. أيضا أصدقائي هذا اليوم شلت حركة الطيران بألمانيا، وتضرر أكثر من 300 ألف مسافر في ألمانيا بسبب الإضراب عن العمل الذي دعت له النقابة العمالية فيردي في ألمانيا المطالبة برفع أجور العمال والموظفين في المطارات، المطارات التي شاركت هذا اليوم أو موظفيها شاركوا بالإضراب هي مطارات فرانكفورت، ميونخ، شتوتغارت، هامبورغ، دورتموند، هانوفا وبريمن. غدا سوف ترجع حركة المطارات إلى العمل، لكن يتوقع أيضا أن يكون هناك تأثير لإضراب هذا اليوم على حركة الطيران يوم غد. إذا عندكم سفرية يوم غد حاولوا التواصل دائما مع شركة الطيران لمعرفة هل طائرتكم ستتأخر، ستؤجل، ستلغى إلى آخره، لكن غدا سوف تعود المطارات مجددا إلى العمل. النقابة العمالية فيردي قالت إذا لم يتم تحسين أجور الموظفين وحصولهم على عرض مناسب للزيادات فإنهم يهددون بإضرابات جديدة. أيضا تتكلم الصحافة الألمانية على الخلاف الحاصل بالسر بين مستشار ألمانيا وبين وزيرة الخارجية السيدة بيربوك. السبب هو اختلاف شخصية مستشار ألمانيا وشخصية وزيرة الخارجية حول مسألة يعني العلاقة الخارجية لألمانيا وكيف ترغب ألمانيا بإبراز نفسها. مستشار ألمانيا هو من حزب اسبيد الاشتراكي، وشخصيته أنه يحسب لكل شيء ألف حساب، وهو شخصية هادئة يرغب دائما بأخذ الوقت من أجل التفكير، لا يصرح إلا بعد مرور أسبوع أو أسبوعين من التفكير، لا يتسرع بالقرارات، ومجموعة كثيرة من الأمور يعمل لها ألف حساب
قبل أن يقرر قرارا. شخصية وزيرة الخارجية السيدة بيغبوك هي من حزب الخضر، مختلفة تماما، هي تقول مباشرة ما تفكر به. هي شخصية متحمسة، هي شخصية عندما ترى شيء لا يعجبها مباشرة تقول ما تفكر به إلى آخره. وهذا الأمر يعمل خلافات كبيرة بين الاثنين، خصوصا أيضا بمسألة الحرب في أوكرانيا. وزيرة الخارجية دائما تقول نعم لإرسال الأسلحة، نعم لإرسال الدبابات، هي فقط مسألة وقت، لا لازم نرسل دبابات، لا لازم نرسل كذا، لا لازم ننتصر على روسيا، روسيا نحن في حرب مع روسيا، لا يجب أن ينتصر بوتين، كذا كذا كذا. مستشار ألمانيا يقول لها أرجوك لا تتسرعي في مثل هذه التصريحات. أي أسلحة؟ أسلحة يجب علينا في البداية، أن نحن الدولة الألمانية ليس عندنا سلاح نووي، لا نستطيع أن نرسل دبابات إلى أوكرانيا دون أن تكون بجانبنا أمريكا ترسل نفس الدبابات التي سوف نرسلها، أو نفس الأسلحة التي سوف نرسلها، لأنه ليس عندنا سلاح نووي رادع يردع أي دولة أنها تهجم علينا. فلو فرنسا أرسلت لوحدها، فرنسا عندها سلاح نووي، لو بريطانيا أرسلت لوحدها، بريطانيا عندها سلاح نووي، أمريكا عندها سلاح نووي، نحن ألمانيا ليس عندنا سلاح نووي، يجب علينا أن نهدأ. أرجوك لا تتسرعي ببعض التصريحات، أيضا التصريحات التي كانت تقولها ضد الصين، وأنها ترغب بمعاقبة الصين وكذا وكذا وكذا، ولا يجب علينا أن نتعامل اقتصاديا بشكل كبير مع الصين وحقوق الإنسان في الصين. فمستشار ألمانيا يقول لا لا، نحن نحتاج الصين، لا يجب أن تصرحي هذه التصريحات. فنلاحظ بأنه هناك شد وجذب بين الشخصيتين، ممكن لأن الشخصيتين مختلفتين لذلك يقولون هناك خلاف كبير بينهما. هم إعلاميا يقولون لا توجد مشكلة، مستشار ألمانيا يقول أنا ليس عندي مشكلة مع وزيرة الخارجية، هي تقول أنا ليس عندي مشكلة مع مستشار ألمانيا فهو رئيسي، لكن الصحافة ومن يوجد معهم بالأوساط إلى آخره يسربون هذه التصريحات إلى الصحافة. أيضا كان هناك استطلاع للرأي في ألمانيا، سألوا مجموعة كبيرة من المواطنين حول مسألة أنه هل ألمانيا، هل تؤيدون يا سكان ألمانيا أن ترسل طائرات عسكرية حربية ألمانية لدعم أوكرانيا؟ قالوا 23% قالوا نعم نحن مع أن ألمانيا ترسل طائرات حربية إلى أوكرانيا، 64% قالوا لا أرجوكم لا ترسلوا طائرات حربية عسكرية ألمانية إلى أوكرانيا، لأن هذا الأمر يمكن أن يجرنا إلى حرب نحن في غنى عنها مع روسيا. إذا الأغلبية الساحقة من سكان ألمانيا يرفضون إرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا ودعم أوكرانيا، 13% ليس عندهم رأي. سألوهم أيضا هل بسبب الزلزال الذي حصل في سوريا وحصل في تركيا هل تؤيدون أن ألمانيا تقوم بعمل تسهيلات للفيزا وتسهيلات للتأشيرة كي يأتي السوريون والأتراك إلى ألمانيا الذين عندهم عائلة هنا في ألمانيا؟ الأغلبية الساحقة قالت نعم نحن مع تسهيل الفيزا، نعم نحن مع تسهيل التأشيرة. صراحة شيء جميل، وهذا أيضا ما كنا نتوقعه. 69% من الألمان مع تسهيلات بالتأشيرة وبقدوم السوريين والأتراك إلى ألمانيا للالتحاق هنا بعائلتهم لمدة 90 يوما. 23% يرفضون هذا الأمر رفضا تاما، و8% ليس عندهم رأي. سألوا أيضا المواطنين الألمان وقالوا لهم لو حصلت انتخابات عاجلة من هو الحزب الذي سوف تنتخبون عليه؟ تلاحظون بأن حزب السيد شولتس مستشار ألمانيا اسبيد الاشتراكي فقط 19% مستعدة للانتخاب عليه، بالمقابل حزب سي دي او الذي يوجد بالمعارضة 29% مستعدين للانتخاب عليه، حزب الخضر 17%، حزب اف دي بي الليبرالي 6%، حزب اف دي البديل اليميني 15%، حزب اليسار 5%، باقي الأحزاب 9%. هنا نفهم لماذا مستشار ألمانيا لا يرغب بأن تسقط هذه الحكومة، لأن حزبه عنده فقط 19%، بالمقابل نرى بأن حزب سي دي أو وجوده في المعارضة منحه قوة
كبيرة جدا. يعني لو حصلت الآن انتخابات سابقة لأوانها، ممكن أن ينتصر بها حزب سي دي أو المعارض، وممكن أن يشكل حكومة مع حزب الخضر، أو يشكل حكومة ثلاثية مع حزب الخضر وحزب اف دي بي. لذلك مستشار ألمانيا يحاول يعني أن يبقي على التحالف الحكومي بين اس بي دي وبين حزب الخضر وبين حزب اف دي بي الليبرالي. أصدقائي، نمر إلى آخر خبر يتكلم على الاجتماع الهام الذي يجرى هذا اليوم بمدينة ميونشن في مقاطعة بايرن، وهو اجتماع الأمن العالمي زيشاهايتس كونفيرنس. هذا الاجتماع الذي سوف يحضره مستشار ألمانيا، ويحضره الرئيس الفرنسي، وتحضره نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأيضا سوف يشارك فيه الرئيس الأوكراني زيلينسكي عبر تقنية الفيديو. روسيا لن تشارك فيه ولن يسمح لها بالمشاركة، ولم يتم دعوتها. وهذا المؤتمر العالمي يتكلم على الأمن العالمي وعلى خطة الأمن العالمي بين الدول العالمية، ويجرى سنويا بميونشن في ألمانيا. كانت هذه أصدقائي جولة لأهم أخبار ألمانيا. شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.